الكاظمي يلتقي رئيسي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، والسيد الحكيم: السلم والحوار كفيل بإبعاد الاقتتال والقطيعة. فرقة العباس القتالية ترسل إسنادا لتعزيز الاستقرار بالحضر، والعمليات المشتركة تكثف التنسيق لتأمين الحدود مع سوريا. تظاهرات لموظفي معامل وزارة الصناعة للمطالبة بالحقوق الوظيفية، ومطالبات بتشريعات تعيد بريق الصناعات المحلية. وفي السوشيال ميديا، أثارت محن ذوي الأمراض المستعصية ومعاناتهم مع المستشفيات الحكومية موجة تعاطف المدونين والناشطين. ما زالت الأزمة السياسية تدور في فلك التصعيد، على الرغم من وجود بوادر لإنهائها وفك جدران الانسداد. حوارات الكرد قد تدفع باتجاه الانفراج عبر التوصل إلى اتفاق حول منصب رئيس الجمهورية. حراك جاد تتبعه القوى السياسية من أجل الإسراع بعقد جلسة البرلمان، ومن ثم انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة. بوادر نهاية الأزمة قد تقترب، ويقترب منها التصعيد باتجاهين متوازيين. يسير الانفراج والتصعيد، والمواطن ينتظر من يصل إلى نقطة النهاية، أما الانفراج أو التصعيد. أهلا بكم. البداية من الأزمة السياسية التي تتمدد مع الزمن، والتي لاقت رفضا شعبيا ودعوات كثيرة لحسمها، حيث ارتفعت المطالبات الشعبية للكتل السياسية التي تتحمل مسؤولياتها في حسم الخلافات لإيجاد توافق مشترك من أجل تعبيد الطريق للحلول السريعة، وعبر قنوات الاجتماعات الجادة التي تهيئ الأرضية المناسبة لولادة حكومة مرضية يكون أساسها تحقيق المنافع والاجتماعية والنهوض أيضا بواقع البلاد، بدلا من زجه بالمشاكل السياسية المستعصية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء الإعلامي أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وناقشا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة. وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، وتسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ التي يشهدها العالم أجمع. وأكد الرئيس الإيراني دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، وأثنى على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الأزمة السياسية. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن الجنوح للسلم والحوار بين الشعوب كفيل بتحييد الإرهاب وموجبات القطيعة. قال السيد الحكيم في اليوم العالمي للسلام: إن السلم والسلام والتعايش من أعظم ما جاءت به الرسالة السماوية،
لا سيما الرسالة الإسلامية السامحة، وجدد سماحته التأكيد على نبذ العنف ونعرات الكراهية وإشاعة روح المودة والتعايش السلمي، وأضاف أن الجنوح للسلم والحوار بين الشعوب كفيل بتحييد الإرهاب وموجبات الاقتتال والقطيعة، فالسلام يساعد على التقارب بين شعوب العالم كافة، وكفيل بتحقيق الرخاء الاقتصادي ومستوى أفضل معيشي لها. وخلال اللقاء سماحته سفيرة أستراليا في بغداد باولا إليزابيث كانلي دعا لاستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال البناء والإعمار، وأكد أن العراق منفتح على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية باتت تؤثر سلبا على حياة المواطن العراقي وواقعه المعيشي، ومن الضروري إنهاؤها وتشكيل حكومة الخدمة الوطنية. من جانبه أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أن لا بديل لحل الأزمة في العراق سوى الذهاب لتسوية دستورية وطنية لتحقيق مصلحة الوطن. وقال العبادي بتغريدة في تويتر إنه من لا يريد حل الأزمة يعتاش عليها، ومن يحل الأزمة بأزمة يجذر الأزمات، ومن يفكر بالغلبة أو يتجاهل الواقع أو يخاتل ويناور سيتحمل مسؤولية الانهدام، مضيفا أنه لا بديل عن تسوية وطنية دستورية محل اتفاق القوى الفاعلة لمصلحة الوطن والمواطن. يبدو أن بوصلة الوضع السياسي ماضية للحلول الحتمية بعد إصرار الكتل السياسية على تمرير الحكومة المنتظرة في جلسة البرلمان المقبلة بعد التوافق الحاصل على مرشح الرئاستين. التفاصيل مع صباح حكيم. لقاء جمع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد الشياع السوداني بعدد من أعضاء مجلس النواب ومن كتل مختلفة. هذه أبرز المستجدات على الساحة السياسية، يضاف لها تأكيدات بأن الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع القادم موعد لعقد جلسة مجلس النواب للمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيسا للجمهورية، والذي سيكلف مرشح الإطار التنسيقي بمنصب رئاسة الوزراء ليمضي الأخير بمهام إكمال كابينته الحكومية وعرضها على مجلس النواب من أجل التصويت والتمرير. المعادل السياسي النوع الذي نطمح إلى أن يكون هو اللاعب أساسي في العملية السياسية بالمرحلة المقبلة، أنا أعتقد بأن المشتركات والقواسم الموجودة ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في الأيام المقبلة التي هي سوف تحدد مسار العملية السياسية تحت ظل الآليات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية. وتدعو جميع الأطراف السياسية لضرورة الالتزام بالطرق الدستورية والقانونية في عملية إكمال التشكيلة الحكومية، فيما تشير الأنباء القادمة من كردستان عن شبه اتفاق قد حصل بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد على اختيار مرشح واحد يتم التوافق عليه وطرح اسمه داخل جلسة مجلس النواب، ولكن دون تحديد الاسم إلى الآن. نتأمل أنه هذا الاختناق السياسي يزول بأسرع وقت ممكن، لأننا جميعا في العراق يجب أن نبحث مع بعض عن نقطة انطلاق مشتركة نصل بها إلى تفاهم حول كيفية إدارة الحكم. أكيد جميع القوى السياسية العراقية شركاء في الوطن والدين، في المذهب، في العقيدة والقومية، وبالتالي الوطنية يجب أن تكون المعيار الأول والأخير. اعتماد مبدأ الحوار والاستناد على الأسس الدستورية والقانونية في تشكيل الحكومة هو الحل الأوحد لإنهاء حالة الانغلاق والانسداد السياسي والمضي لإكمال استحقاقات. أكثر المتضررين من تأخرها هو الشعب العراقي، حيث شارف هذا العام على الانتهاء دون موازنة مالية رغم الفائض الكبير جراء ارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتصاعدة من استحواذ الفساد على تلك البحبوحة المالية. صباح حكيم الفرات، بغداد.
كشفت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شيلان فتحي آخر مستجدات التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول رئاسة الجمهورية. وقالت فتحي إن الاجتماعات بين زعيم حزب الاتحاد بافل طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني هي خطوات جيدة جدا ومفعمة بالأمل، خاصة أنها باتت بعد قطيعة دامت لأشهر بين الطرفين. وأشارت إلى أن الاجتماع لم يناقش فقط ملف رئاسة الجمهورية بل غيرها من النقاط المشتركة بين الحزبين والأمور التي يختلف عليها الطرفان، منها الانتخابات في الإقليم وأيضا كيفية إدارة موارد الإقليم والعلاقة بين المركز وكردستان. من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إلى اتفاق القوى السياسية على عقد جلسة البرلمان وترشيح السوداني لأنه رسميا هو مرشح الكتلة الأكبر. وأكد الصيهود اتفاق القوى السياسية على عقد جلسة مجلس النواب وترشيح محمد شياع السوداني لأنه رسميا مرشح الكتلة الأكبر، ومن المؤكد أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيتم منح الثقة للسوداني. وأضاف أن الإطار التنسيقي يضم أيضا جميع النواب المستقلين، وبمقتضى قرار المحكمة الاتحادية يجب أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا في استوديو المرصد الخبري السياسي المستقل السيد عائد الهلالي. سيد الهلالي نرحب بك معنا في المرصد. شكرا جزيلا. الخبري الله يبارك. اليوم نستطيع أن نجزم جزم تام بأن المشاكل والأزمة السياسية اللي كانت تعصف بالبلاد خلال الأشهر الماضية اليوم بدأت تتفتت تفتر، وهناك بوادر لحل هذه الأزمة التي كانت مستعصية خلال الأشهر. نستطيع نتحدث بهذا الكلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام. تحياتي لكم ولقناتكم الوقرة والمشاهدين الأكارم. شكرا سيد العزيز. بالتأكيد حالة الانسداد السياسي والتي استمرت أكثر من 10 أشهر باتت غير مقبولة داخليا وأقليميا ودوليا، وأن الحراك الموجود الآن على مستوى عالي من الجدية ومن المسؤولية. اليوم شركاء السياسيين أدركوا بما لا يقبل الشك أنه عملية الإبقاء على حالة الانسداد السياسي سوف تكون مضرة جدا ومضرة بشكل كبير جدا إلى العراق أولا، وإلى العملية السياسية وحتى الأحزاب السياسية بذاته. لأن هنالك اليوم لدينا أمران، لربما في تشرين اللي هو يوم 1 تشرين سوف يكون هنالك تظاهرات، ويوم 4 تشرين سوف تكون هنالك الإحاطة للسيدة بلاس خارت في مجلس الأمن، وبالتالي كل هذه الأمور باتت تضغط بشكل كبير جدا على الشركاء السياسيين، مما قرب من وجهات النظر فيما بينهم وضيق الفجوة الحالية. اليوم نشوف أكو رغبة كبيرة جدا من المستقلين اللي كانوا بالأمس يقفون على التل، اليوم هنالك اتفاق ما بين السيادة والديمقراط الكردستاني مع الإطار التنسيقي. كل هذه الأمور حقيقة ما تدفع بشكل كبير جدا باتجاه حل الأزمة. البيت الكردي أيضا أستاذ الهلالي يبدو أنه حسم الأمر، راح يروحون باتفاق مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. هذا إلى أي مدى يساعد البيت الشيعي على اختيار رئيس وزراء موحد مقبول من جميع الأطراف؟ سيدي الكريم، هي الفكرة اللي كانت بالبداية أنه عملية الخروج بمرشح من الإطار التنسيقي باتجاه رئاسة الوزراء لربما يضغط على الكتل السياسية الكردية بالاستعجال لترشيح شخصية تكون مؤهلة لقيادة الدولة العراقية أو لمنصب رئيس الجمهورية. لكن هذا الموضوع لربما أنه كانت الظروف في تلك الفترة والارتباطات اللي موجودة للديمقراطي الكردستاني مع التحالف الثلاثي هو الذي أخر الموضوع. اليوم العملية يعني تقريبا متوقف على البيت الكردي. إن أعلن البيت الكردي عن مرشحي أو أي سيناريو يفترض البيت الكردي، إذا كان سيناريو شخصية واحدة تأتي إلى بغداد بقرار واحد كردي أوكي ماكو مشكلة، إذا سيناريو 18 عفوا إذا سيناريو 18 أيضا ماكو مشكلة. المهم أن تنتهي الأزمة، لأن الأزمة الكردية وإن لم تكن طافية على سطح لكن أزمة عميقة جدا. مرشح الإطار التنسيقي السيد السوداني برأيك هل راح
يمرر في جلسة البرلمان لو عليه مشاكل؟ والله هي المشكلة اللي الآن مشكلة السيد السوداني أنه شخصية متفق عليها من الجميع أنها شخصية نزيهة ويتمتع بمواصفات إداري مهني تدرج بالمنصب بشكل يعني منذ عام 2003 إلى اليوم. فما أعرف شنو المشكلة، شنو حالة الرفض اللي لدى البعض وإلا كل الجهات السياسية بما فيهم الأخوة الصدريين يقولون أنه يتمتع بمقبولية، لكن لربما قربة من السيد المالكي هو اللي يثير حفيظة الآخر. هذه خل نضع سيناريوهات اثنين. هل برأيك شو راح تنتهي هاي الأزمة ونخرج من عندها؟ هل بالذهاب لتشكيل حكومة دائمة لو انتخابات مبكرة برأيك؟ هو بالمحصلة النهائية لازم تكون أكو عندنا انتخابات، هسه إذا كانت دائمة وإذا كانت فترة انتقالية لازم يكون عندنا انتخابات، لأن احنا اليوم أمضينا سيدي الكريم اليوم أمضينا سنة من عمر الحكومة الحالية. فبالتالي حتى رئيس الوزراء إن أتى وتسلم زمام الأمم ما عنده ذيك المساحة الكافية اللي يقدر ينفذ بها البرنامج مالته. شنو أبرز التحديات اللي راح يواجهها في حال السيد السوداني تم الاتفاق وترشيحه لرئاسة الوزراء؟ شنو أبرز تحدياته؟ يعني أنا أشوف أنه التحديات راح تكون مو بالشكل الكبير اللي كان يعاني من رؤساء الوزراء السابقين. اليوم هنالك اتفاق وهذا الاتفاق راح يثبت بشكل كبير. في الفترة الماضية كان الشركاء السياسيين في منتصف الطريق ومن ثم ينفرط عقد التحالفات. لماذا؟ لأنه لم تلبي القضية الفلانية، الاتفاق الفلاني الذي عقد ما بين الشركاء السياسيين، وبالتالي تتنصل فيبقى رئيس الوزراء بمفرده مع الجهة الداعمة. اليوم لا، على ما أعتقد أنه هنالك اتفاق سوف يكون من الشركاء السياسيين بمجملهم على تمرير السيد السوداني. اليوم نحتاج إلى هي المشكلة وين؟ مشكلتنا أنه احنا العملية الوقت عملية الوقت بخصوص رئيس الوزراء ما عنده ذاك الوقت اللي من الممكن أن ينفذ برنامجه ونشوف أنه نبدأ نستقرأ هذا البرنامج جيد نتفاعل معه ممكن أن يؤسس إلى مستقبل أفضل. هذه الأمور. السياسي المستقل الأستاذ عائد الهلالي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى الملف الأمني، حيث أعلنت فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي إرسال قوة مدرعة إلى قطاع الحضر جنوب نينوى لمساندة قوات اللواء 44. وذكر بيان للفرقة أن قيادة الفرقة وجهت بإرسال قوة من لواء المشاة الآلي المدرعة في الفرقة، وبحسب البيان فأن القوة التي أرسلت هي لتقديم دعم معنوي للواء باعتبار أن قواته الشجاعة قادرة على دحر أي قوة معادية تفكر في استهداف هذا القطاع المهم. وأشار البيان إلى أن قوات الفرقة المدرعة كانت قد اشتركت في خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لحماية محاور كربلاء المقدسة خلال الزيارة المليونية. هذا وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت أن قيادة عمليات بغداد نفذت ممارسة أمنية في جانب الكرخ. وقالت الخلية إن القوات الأمنية بدأت بتطبيق منهجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطاعات الأمنية، حيث نفذت قيادة عمليات بغداد بعد منتصف ليل أمس ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد أن نفذت الليلة التي سبقتها ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية. أكدت قيادة العمليات المشتركة أنها تتعاون مع قوات قسد السورية، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة السورية لملاحقة الإرهابيين ومنع تسللهم عبر الحدود. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن القيادة الأمنية لديها تصور كامل عن مخيم الهول السوري، لافتا إلى أن العمل مستمر في ضبط وتأمين الحدود العراقية السورية، كاشفا عن تعزيز الخطوط الدفاعية في الحدود مع سوريا عبر وضع خطين دفاعيين
الأول يتمثل بقيادة حرس الحدود، والثاني يتمثل بالجيش العراقي، بالإضافة إلى الحواجز الكونكريتية وأبراج المراقبة. وأشار إلى أن هناك تعاونا مع قوات سوريا الديمقراطية قسد من خلال التحالف الدولي في المجال الاستخباراتي لملاحقة الإرهابيين ومنع تسللهم والقبض عليهم. إذن هذا التعاون المشترك بين العراق وسوريا قد يثمر نتائج إيجابية على المستويات الأمنية من التسللات الداعشية وعمليات التهريب وأيضا الإتجار بالبشر. جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية تضمنت بنودها عدة نقاط يستعرضها الزميل أحمد الزيدي في تقريره الآتي. يبدو أن العراق عازم بالجدية لحسم ملف التهريب وتسلل الإرهابيين واللاجئين مع سوريا، فبعد عمليات التحصين التي شهدها الشريط الحدودي والاتفاق المشترك مع قيادة الحدود السورية على إقامة مركز مشترك لتبادل المعلومات الاستخبارية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة على تعاونها مع قوات سوريا الديمقراطية قسد لملاحقة الإرهابيين ومنع تسللهم عبر الحدود. اتفقنا على موضوع هو مهم جدا، تبادل المعلومات الاستخباراتية لأي أمور تدرون المواضيع، وخاصة في المنطقة بها مناطق إرهابية، بها تحرك، بها ملفات معقدة. ما يخص المخدرات من الملفات أيضا المعقدة عالميا وليس فقط بين العراق وسوريا. احنا من خلال التحصينات اللي جريناها على الحدود السورية يعني موضع فخر واعتزاز عندنا، ومن الأساس انطينا أولوية إلى الحدود السورية. ضبط وتأمين الحدود السورية وتعزيز القطعات الحدودية بخطين دفاعيين، الأول من قطعات الحدود والثاني من الجيش العراقي لمنع جرائم التهريب والتسلل، هو ما أكدت عليه قيادة الحدود، بالإضافة إلى العمل الاستخباري المشترك بين البلدين الذي سيمنع إلى حد كبير من هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بالاتفاق على تسليم المتسللين إلى ضباط الارتباط. كل المتسللين باتجاه الأرض العراقية بغض النظر شو كان وضعه، هو متسلل، هو إرهابي، هو هربان، هو رايح للشين، سيتم تسليمه لضباط الارتباط موجودين على الحدود. كل الأشخاص المتسللين بغض النظر عن الغاية، هو إتجار، هو تهريب، هو مسلح، هو إرهابي، سيتم تسليمه لضباط الارتباط. وعملت قيادة قوات حرس الحدود منذ سنوات على تعزيز الشريط الحدودي مع سوريا بالأسيجة الحديدية وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية، الأمر الذي انعكسه بشكل كبير على منع المخاطر الأمنية. ليأتي التعاون المشترك بين حرس الحدود العراقي والقوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية ليعزز الأمن الحدودي. ومن المؤمل أن تفضي اللقاءات والاجتماعات بين البلدين إلى جملة إنجازات أمنية تمنع جرائم التهريب والتسلل والاتجار بالبشر. من منفذ القائم الحدودي أحمد الزيدي، الفرات. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب قيامه بعملية إنزال جوي ناجح في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان للجهاز أنه وفقا لمعلومات استخبارية من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تم تنفيذ عملية إنزال جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين. وأضاف أن الإنزال جاء بعد توجيه ضربة دقيقة من القوة الجوية العراقية. تصدت قوات الحشد الشعبي لهجوم شنه داعش الإرهابي على إحدى ملاعب كرة القدم أثناء تواجد جمهور من الرياضيين في قرية الشروين شمال شرق محافظة ديالى.
وذكر يعلم الحاج الشعبي في بيان أنه أن الهجوم تسبب باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، حيث تم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى بعقوب العام من قبل اللواء 62 بالحاج الشعبي. وأكد البيان أن الموقف الآن تحت السيطرة بعد أن تصدت القوة للإرهابيين المنفذين وشرعت بملاحقتهم. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع عضو مجلس الأمن القومي منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماجورك على العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فيما أكد أن العراق يسعى أن يكون مصدرا للاستقرار والتهدئة ما بين بعض دول المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية في المنطقة وبحث التطورات الجارية فيها وعلاقات العراق مع دول المنطقة. وأكد الوزير أن العراق يسعى من خلال دوره المحوري على أن يكون عاملا ومصدرا للاستقرار والتهدئة والوساطة ولحل أيضا الخلافات ما بين بعض دول المنطقة. من جانبه أعرب ماجورك عن تقديره للجهود التي يبذلها العراق في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. تمكنت الاستخبارات العسكرية من القبض على إرهابي وتاجر مخدرات ومتسلل في محافظتين. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة التحدي بالأنبار، وهو أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، فضلا عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في المحافظة ذاتها بمنطقة أبو طليبان. وأضاف أنه تم تسليمهما إلى جهة الطلب وفق المادة 28 من قانون المخدرات العراقي. أكد خبراء اقتصاديون أن تفعيل القطاع الصناعي يحتاج إلى حزمة من القوانين والتي تدعم المنتوج المحلي وتقنن الاستيراد. وقال صناعيون إن عددا كبيرا من المصانع الوطنية معطلة نتيجة سيطرة البضائع المستوردة على السوق المحلية، مشددين على ضرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص في إعادة تفعيل الصناعة المحلية. فيما أكد اقتصاديون أن عودة المصانع العراقية تحتاج إلى تفعيل الاستثمار الداخلي والخارجي عبر إنشاء شركات صناعية تعيد للصناعات العراقية سابق عهدها. نفت وزارة الصناعة والمعادن اندلاع حريق في مقرها حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وبينت أن حريقا بسيطا شب في أحد الكرفانات التابعة لقوة الحماية في الوزارة. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أنه تم إخماد الحريق من قبل منتسبي الحماية دون أي أضرار أو إصابات. نظم العشرات من موظفي معمل نسج الديوانية التابع لوزارة الصناعة والمعادن تظاهرة داخل المعمل لمطالبة الحكومة المركزية ووزارة المالية بتعديل رواتبهم وصرف مستحقاتهم المالية وتخصيص قطع أراضي سكنية لهم بعد خدمتهم الوظيفية الطويلة. ليث صلاح. العشرات من الموظفين في معمل نسيج الديوانية يتظاهرون للمطالبة بمستحقات وظيفية يعتقدون بوجود تخصير حكومي في توفيرها وأبرزها قطع الأراضي السكنية. احنا حقوقنا شريحة العمال منتسبي مصنع نسيج الديوانية كل حقوقنا ضائعة مسلوبة. كودا ليش؟ كودا الناس بسطاء، ناس فقرة، ناس ما إلها الإنسان اللي داعي بحقها. وهسه هاي العالم طالعة طالب حقها من على مود قطع الأراضي، قطع الأراضي 715 قطعة واعدونا ومخصصة للنسيج، مخصصة للنسيج، لأن جمعوا الأقضية والنواحي قالوا لأنهم كلهم بالنسيج فجمعهم كلهم قطعة واحدة، هسه القطعة من 715 يلا صارت 500، ال 500 صارت 300 إلى 280 وهسه 200، السبب علاقات المحافظ. والناس اللي لهم علاقة بمحافظة. ويعاني معمل النسيج أحد أهم المعامل الإنتاجية في البلاد من توقف وإهمال بسبب غياب الدعم اللازم. احنا مصنع منسوجات ديوانية اللي يحتوي على 3 مصانع
اللي ثلاث معامل، معمل القطن الطبي ومعمل الخياطة ومعمل النسيج. هاي ثلاث معامل متوقفات ما جاي يشتغلن بسبب الحكومة المركزية اللي ما جاي تلفت نظرها لهذا المعمل. معمل قطن طبي متوقف على شغلات بسيطة ما يشغلونه حتى يبقى المستورد يشتغل بالسوق. الحكومة المحلية حملت وزارة الصناعة مسؤولية تراجع صناعة النسيج في المحافظة في وقت أشارت أن قلة التخصيصات المالية تمثل أبرز المعوقات. موظفين متروكين من قبل وزارة الصناعة من بعد 2003 ولحد الآن يتلقون الرواتب فقط، وأصبح المعمل مع كل احترام لوزارة الصناعة مهمل وغير منتج. مع هذا احنا لا نفرق بين أبناء محافظة الديوانية، الموظفين عندنا موجودين سواء، يجب أن يستحصلون على حقوقهم كما استحصل أخوانهم الموظفين الآخرين. تكررت كثيرا دون آذان تزغي إنها مطالب موظفي معمل نسيج الديوانية، والتي تتركز على ضمان العيش الكريم وديمومته. للفرات ليث صلاح، الديوانية. أصدرت وزارة المالية توضيحا يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود والأجور، فيما أكدت مفاتحة أمانة مجلس الوزراء بشأن المعينين في عام 2019. ذكر بيان الوزارة أنه لوحظ استمرار التعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي، وهو ما يشكل مخالفة لقرار 315 كونه يتعارض مع السياقات والأنظمة المعمول بها. وأضاف أنه تم التأكيد على إلزام كافة الوزارات وأيضا الجهات غير المرتبطة بوزارة طبعا بتزويدها بالجداول الخاصة المشمولين بقرار 315 وأيضا المعدل بالقرار 337 لسنة 2019. وأشار أنه تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأن الذين جرى تعيينهم في شهر تشرين الأول عام 2019 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين أيضا في التعليم العالي ودواوين الأوقاف. ولفت البيان أن عقود الألف درجة وظيفية المخصصة لكل محافظة وفق قانون الأمن الغذائي ليست مشمولة بهذا الأعمام. وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة، بما يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمن هذا القرار. تظاهر العشرات من عمال وموظفي مصنع نسيج الحلة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب ومخصصات الخطورة، فضلا عن عدم تسديد الرسوم التقاعدية للمصارف الحكومية، كما طالبوا أيضا بتأهيل المعمل وفتح خطوط إنتاجية جديدة ودعم المنتوج المحلي بدلا من المستورد. التفاصيل مع همام الموسوي. تظاهرة كبيرة خرج بها موظفو معمل نسيج الحلة، قلة الرواتب وعدم تسديد الرسوم التقاعدية من قبل دائرتهم، بالإضافة إلى مشكلة العقود. تظاهرة لم تكن الأولى، بل سبقها الكثير، لكن دون أي حلول تذكر. زين احنا انا شنو ذنبي اطلع تقاعد هسه؟ يقول له تروح تسدد بالمصرف، تحط فلوس التقاعد يا الله سد. انا فلوس بالنسبه لي ياخذون من عندي، تقاعد ياخذون من عندنا استقطاعات، استقطاعات روح لجيوبهم، لو مخصصات المهندسين، لو امور اخرى ثانيه. زين انا وين حقي؟ وانا صار لي شهرين مقبلين راتبي مسوي فكاك، لا انا عملتي بالتقاعد ولا انا راجع دوامي، ما مشي راتب، ماكو راتب. هسه يقول لي ابو التقاعد يقول لي جيب 10 مليون 11 مليون تعال. انا خدمت المعمل، انا غصبا عني يرضى ولا ما يرضى اطلع بكافه حقوقي واطلع تقاعد. اداره المعمل افادت للفرات ان سبب المشاكل للموظفين تدور حول مشكله تسويق منتجاتهم، كون دوائر المحافظه لم تتعاقد معهم بل تذهب للشراء من الاسواق المحليه، لتبقى منتوجات المعمل المذكور متعرضه للاتربه والهلاك. يعني أنا مع الأسف دوائر الحلة ما قليل، إقبالها قليل على معملنا،
في حين تحتاج إلى بدلات، تحتاج إلى أكياس، تحتاج إلى مستلزمات طبيعية. وزارة الصحة إقبالها قليلة علينا، يعني مدير دائرة صحة بابل إقبالهم قليلة على المعمل. إحنا عندنا كل منتجات تحتاجها دائرة الصحة بابل موجودة عندنا، حتى تعقيم عندنا. الحكومة المحلية في المحافظة أكدت أنها ستكون يد العون لهؤلاء المظلومين وستصل صوتهم للجهات المختصة من أجل حلحلتها وتذليلها. أغلب المشاكل هي مشاكل اتحادية، راح نسعى إن شاء الله، راح اتصلان بالسيد المدير العام والسيد الوزير على حلها. هناك مشاكل محلية بصراحة، احنا كحكومة محلية أنا قلت للسيد المدير أنه راح نعمل على مفاتحة الدوائر، على أنه يعني تأخذ أو تشتري السلع المنتجة من قبل الشركة العامة، لأنها شركتنا بصراحة وفي محافظتنا، وإحنا لا يجب علينا كحكومة محلية أن ندعم هذه السلع. مطالب كثيرة واتهامات كبيرة خرج بها موظفو هذه الدائرة، آملين أن يجدوا من يحلحل تلك المشاكل ويحاسب المقصرين ليكونوا أسوة مع أقرانهم في الوزارات الأخرى. من داخل معمل نسيج الحلة همام الموسوي، الفرات. ما يزال معمل الجلود في العاصمة بغداد. هذا المعمل يعاني الإهمال الحكومي بالرغم من الإنتاج عالي الكفاءة، لكنه غير محمي من المنافسة في الأسواق التجارية، فيما يرى مراقبون أن تلك المعامل في طريقها إلى الانقراض بسبب عوامل محلية. هذه العوامل تتعلق أولا بالدعم الحكومي وأيضا خارجية تتعلق بعدم إمكانية التصدير لدول الجوار من هذه البضائع. التفاصيل مع الزميلة نورة السعيد. فيما تتطور المشاريع وتتقدم نحو الأفضل في العالم، العكس هو ما يحصل في العراق، ولا سيما المشاريع المدعومة حكوميا والتي تخصص لها نسبة من الموازنة. مصنع الجلود في بغداد أثر بعد عين، إنتاج عالي الجودة وأسعار مناسبة ودعم معدوم ومعاناة تبدأ ولا تنتهي، من الطاقة إلى الترويج إلى انعدام القدرة على المنافسة. طبعا معاناة موقعنا كمعاناة بقية المصانع، التجهيز القليل للكهرباء عندنا، يعني بالسابق كان الكهرباء أبد ما تنطفي، هسه احنا دنعاني انه كهرباء قطع حالنا حال بقية المناطق، عدم اشتراط الوزارات العقود مع مصنعنا وموقعنا بالذات. عندنا آخر عقد كان للبسطال 2016، لحد الآن ما محصلين عقد لحد هذه اللحظة. هذا المصنع العريق الذي يعد معيارا للجودة وبمواصفات عالمية يضم بين جنباته قسما خاصا بشريحة السم والبكم والتي تعمل بكفاءة وتواجه الإهمال وانعدام التقدير. بالسابق كنا نجهز هواية وزارات معتمدة علينا بهذا الموضوع، بس حاليا ماكو أي دعم حكومي حتى نقدر نقدم أو ننجز أو نمطي. طبعا مو معناته انه احنا عاجزين عن العمل، بالعكس احنا نريد العمل، ولهذا احنا اليوم نريد او نطالب بالعقود او يكون لنا فد دعم حكومي من الوزارات البقية، لانه احنا كنا نجهز فعليا وما حد ينافس على البضاعة العراقية سابقا.
هذا المعلم الذي كان مفخرة للصناعة العراقية يحتاج إلى قرار عملي وحازم لإعادته إلى الحياة، فالسوق العراقية تختنق من السلع المستوردة الرديئة. الموظفون في المعمل طالبوا بهذا القرار وأكدوا أنهم على قدر المسؤولية، وفروا الدعم وتسلموا الأرباح. نحتاج دعم حكومي، نتمنى المصنع يرجع يشتغل، احنا نريد نشتغل حتى نقدم منتجات جيدة مثل السابق وبجودة تنافس ما موجود داخل السوق المحلية، لكن غياب الدعم يخلينا قاعدين وساكتين. صنع في العراق ما زالت تعمل بصمت وإخلاص، وحتى يرتفع صوتها بالجودة والمتانة تحتاج إلى الدعم والترويج، أما الإبداع فهو متوفر بلا حدود. نورا سعيد، بغداد، الفرات. الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى ملف السوشيال ميديا، حيث تناول كتاب رأي في منصات التواصل محنة ذوي الأمراض المستعصية مع شحة المستشفيات الحكومية المتخصصة وارتفاع أسعار نظيراتها الأهلية. عن هذه الأزمة غرد الكاتب لؤي الموسوي في تويتر قائلا: محنة المريض تبكي الصخرة، وهو يتجول ما بين مستشفيات بنت عليها الشيخوخة لافتقادها إلى أبسط المستلزمات الطبية، فضلا عن عدم توفر مراكز تخصصية لمعالجة الأمراض المستعصية، ما أدى بالمريض إلى أن يشد الرحالة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، متسائلا هنا: ما حال من لا يملك المال؟ حاله يبقى يئن من شدة آلامه. أيضا يغرد الإعلامي فاضل البغزومي عن هذه المعاناة، إذ يقول: تعتبر الصحة مطلبا أساسا وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وهذا ما لم نجده بتخصيص مستشفيات للأمراض المستعصية، ومنها محنة معاناة مرضى الكلى بين شحة المستشفيات الحكومية واستنزافها للأهالي. أما الناشط رمضان هاشم القرغولي فنشر تدوينة في منصة فيسبوك جاء فيها: المرضى المصابون بأمراض مستعصية يعانون من إهمال حكومي واضح في ظل عدم وجود مراكز صحية متخصصة لعلاجهم في المحافظات العراقية، لذا يضطر المرضى إلى ذهابهم للعاصمة بغداد كل شهر تقريبا لتلقي العلاج، وهذا ما يزيد من معاناتهم ماديا ونفسيا. الكاظمي يلتقي رئيسي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة والسيد الحكيم: السلم والحوار كفيل بإبعاد الاقتتال والقطيعة. فرقة العباس القتالية ترسل إسنادا لتعزيز الاستقرار بالحضر، والعمليات المشتركة تكثف التنسيق لتأمين الحدود مع سوريا. تظاهرات لموظفي معامل وزارة الصناعة للمطالبة بالحقوق الوظيفية، ومطالبة بتشريعات تعيد بريق الصناعات المحلية. وشاهدتم في السوشيال ميديا أثارت محن ذوي الأمراض المستعصية ومعاناتهم مع المستشفيات الحكومية موجة تعاطف المدونين والناشطين. ختام المرصد الخبري لهذه الليلة، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.